على مدارس. مزبوط دينا، والتنزيلات ما عادت رسمية مثل الأول، لكن السؤال الأهم أماني برأيك، مين المستفيد الأكبر من التنزيلات؟ التاجر ولا المستهلك؟ خلينا نشوف رأي الناس. والله أنا برأيي الاثنين، الكاستومرز والتاجر بنفس الوقت. إيه لأنه صراحة يعني كأنا كشخص وين بشوف سيل بشجع أكثر يعني أكيد، وبنفس الوقت التاجر بيكون عنده بضاعة يمكن متراكمة كذا فبيمشيها. أنا أتوقع التاجر هو اللي يستفيد أكثر من التنزيلات، ما هو الزبون، لأن إذا نزل الزبائن بيكثرون، عرفت شلون؟ أتوقع أن التاجر هو اللي مستفيد من التنزيلات عشان يتخلص من البضاعة القديمة ويجيب بضاعة جديدة. يصير الواحد إذا في سيل مضطر يشتري بده ولا ما بده بصرف. لاحظتي انه التنزيلات صارت عباره عن ظاهره عم تستهدف حواس المستهلكين طول السنه، لكن دينا على اي درجه حتاثر هاي الظاهره على سلوك المستهلكين الانفاقي وعلى ميزانياتهم؟ بيزيد كثير، لانه في كثير اشياء بتكون عايزتيها بتجيبيها، وحتى الاشياء اللي مش عايزتيها اوقات بمجرد ما تشوف السعر هالقد تشيب، يا ما في عليه جود ديسكاونت عم نحكي يعني احنا، بتجيبيها يعني لا شعوريا يعني بتروحي بتشتريها انت. الانفاق في الموسم التنزيلات تصل الى من 30 الى 50%. اول ما ياثر بتاتا، اذا انا مش محتاج انا ما انزل السوق، سواء في تنزيلات او ما في تنزيلات ما اهتم. يوم بعد يوم عم بتزيد قناعتي انه المستفيد الاكبر من هاي التنزيلات هو التاجر. على كل حال اكيد الجدل رح يستمر بظهر التنزيلات، لكن برايي يمكن اللاعب الاساسي فيها هو المستهلك متى وعيه عن شد. دينا تنزيلات 60%.